ازيكم يا شباب؟ معاكم فادي عضلات، ورجعت لكم بفيديو جديد على قناه تفجير وتدمير. النهارده يا جماعه انا بلعب لعبه جتا، مش هقول عليها جي تي اي، هي جتا بصراحه ما بحبش اقول عليها الا جتا. الدنيا بتشتي الوقت يا جماعه، وانا بحب الشتاء جدا جدا في اللعبه بصراحه. انا اكتر حاجه مضايقاني ان الشتاء ما بيجيش كتير، انا نفسي الدنيا تشتي كل شويه في اللعبه. ما لو حد يا جماعه يعرف طريقه تخلي الشتاء في اللعبه يطول، او ان انا يعني اعمل حاجه اخلي الشتاء يجي، لان بجد بحب الشتاء. انا نفسي طول ما انا بلعب تبقى الدنيا بتشتي بامانه. انا بحب الشتاء جدا 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 يا جماعه، انا بحبه في اللعبه بس مش بحبه في الحقيقه. الاول يا جماعه عايزين نفجر الفيديو ده باللايكات، عايزين 5000 لايك او اكتر من 5000 لايك كمان. ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فورا من زر الرحمه تحت الفيديو، اللي اسمه اشتراك او سبسكرايب، ودوسوا على جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. بصوا يا جماعه عايز اوريكم حاجه غريبه. امبارح كان في على ال طب ثواني بس، امبارح كان في دبل فلوس على السبيشال كارجو. طبعا انتوا عارفين السبيشال كارجو ده اللي هو انا بيبقى عندي مخزن، انا عندي مخزنين، واحد صغير بيكفي 16 صندوق، واحد كبير متوسط بيكفي 42 صندوق. طبعا في اكبر بس انا ايه ما اشتريتش الا الصغير والوسط عشان الكبير بياخد وقت كتير قوي. امبارح كان في دبل فلوس، يعني ايه؟ الصغير ده كنت بدفع عليه، ادفع 90,000 بضاعه، اشتري بضاعه ب 90,000، واما اجي ابيع ب 225، فبيبقى المكسب، او ب 240 فبيبقى المكسب ايه 100 وشويه، فاهمني؟ اشتري ب 90 وابيع ب 240 اكسب في حدود 150. امبارح بقى واوله اتفاجئت ان بقى قيمه البضاعه لما اجي ابيع بتبقى 450 او 480 كمان، يعني بكسب 360,000. فطبعا المكاسب متضاعفه خالص، فحاجه حلوه قوي. وفي البنكر المتوسط ببيع بمليون 470,000 بدل 750. هو الطبيعي في البنكر المتوسط كانت البضاعة بتكلفني، هقول لكم يعني كان مثلا كانت بتتملى، كانت بتكلفني في حدود 250 تقريبا، الارقام دي تقريبا في حدود 250، وبيع ب 750 فكنت بكسب 500,000. دلوقتي بقيت بكسب مليون و200,000 من المتوسط. فطبعا الارقام دي حاجات رهيبه. امبارح بس انا عملت 5 مليون، يعني بصوا يا جماعه انا معايا كام في اللعبه دلوقتي؟ 10 مليون وشويه. كان معايا قرب 6 مليون او اقل بشويه، امبارح بس عملت 5 مليون، قعدت العب 10 ساعات مهمات الشركه. بصوا بقى اتفاجئت بايه يا جماعه لما بعد ما خلصت امبارح مهمات الشركه، بعد ما قعدت يعني اجمع بضاعه وكده والكلام ده، 10 ساعات قاعد العب فعلا عشان اجمع فلوس. بصوا اتفاجئت بعدها بحاجه غريبه جدا يا جماعه، اوريلكم المسخره دلوقتي. انا ما بقتش مصدق اللي شايفه. بصوا اسكتي دلوقتي، اسكتي دلوقتي مش وقتك. بصوا يا جماعه، بصوا 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 بصوا، الفلوس الطبيعي لما اجي اشتغل في الشركه كان بتبقى هنا بس، تمام، في الحته دي. بصوا بقى الفلوس فين دلوقتي؟ الفلوس مرميه في كل مكان. بصوا بصوا ايه العز ده، الظهر لعب معايا. بصوا يا جماعه المنظر بجد غريب، المنظر غير انساني تماما. ايه ده؟ بص الفلوس من اول هنا، من اول هنا، بص متبعتره في كل مكان، وعلى الترابيزه وتحت الترابيزه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص مش لاقي مكان احط فيه الفلوس. ايه ده كله؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده في بضاعه المفروض ان انا طالبها عايز اروح اجيبها النهارده. بقى يا جماعه انا هشوف لو لسه موضوع الدبل فلوس ده موجود، لان ده بيكسب جامد قوي يا جماعه. لو لسه موضوع الدبل فلوس ده موجود هكمل النهارده تاني عشان ايه؟ عشان اكسب تاني كتير. بصراحه حاجه حلوه، انا نفسي الموضوع. الله ده الشتاء لسه شغال، الله ينور. طيب هطلع اركب الطياره. طبعا الفلوس دي انا بجيبها لكن مش هستخدمها في الشخصيه دي. انتوا عارفين طبعا ان انا عامل شخصيتين، الشخصيه الثانيه هي اللي هستخدم فيها الفلوس. على فكره دي ميزه حلوه روك ستار عاملاها، انك تقدر تجمع فلوس من شخصيه وتستخدمها في الشخصيه الثانيه، دي حاجه كويسه جدا. الشتاء جامد جامد، الشتاء فاجر. ايه ده؟ طيب انا عايز اشوف بس لسه الدبل ار بي، الدبل
فلوس موجود ولا لا. انا معرفش هو دبل فلوس ودبل ار بي ولا دبل فلوس بس. طبعا يا جماعه في حاجه عايز اعرفها لكم، ان انا مش هلعب بالشخصيه الجديده بس، هلعب بالقديمه والجديده لحد ما يبقى معايا كل حاجه في الجديده واقدر اعتمد عليها هي بس، اقوم ايه خلاص بقى ابطل استخدم ايه الشخصية. ايه ده ايه ده؟ دي لازم اضرب دول عشان ايه؟ عشان اخد البضاعة. ايه ده، في بوليس، طيارة بوليس بيت. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا لا هقع. ايه ده؟ ابقى ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده تحريج. انا عايز بس الحق البضاعة قبل ما تروح عليا. الشتا جامد جامد قوي يا جدعان. ايه اللعبة دي يا جماعة؟ انا ما اعرفش ازاي بطلت العب اللعبة دي بقالي مدة كبيرة. ازاي؟ انا مش عارف، انا مش عارف، حد يفهمني. الله ايه ده؟ انا بصوا الميه بالذمه بصوا الواقعيه. ده انا كده يا جماعه وبلعبها مش على الكارت بالكامل، يعني انا كده يا دوبك مستغل ربع الكارت بس، عشان طبعا انتوا عارفين ان بيحصل عنق زجاجه بين الكارت والبروسيسور، فلو استخدمت اكتر من كده اي نعم هيديني جرافيك عالي وكل حاجه، لكن للاسف الشديد اللعبه هتبقى ايه؟ تقيله. فعشان كده ما اسكت يا حبيبي ولا بت دي ولا ايه؟ عشان كده ما بقدرش ان انا يا جماعه ازود قوي في ال. طبعا ان شاء الله بقى في يوم من الايام، واتمنى يعني ان ده يكون قريب، لما احدث الجهاز هيبقى ان شاء حسب كده ان شاء الله هيبقى الجهاز ايه قادر على تشغيل اللعبه باعلى بقى جرافيك ممكن. ساعتها بجد هتبقى حاجه تانية خالص. انا بعشق حاجه اسمها جرافيك عالي، بعشق حاجه اسمها جرافيك عالي يا جماعه. حسب كده يا حاج. يا عم انت بقى ما تخوتناش. ايوه الله ينور. ايه ده الشتا طول النهارده بجد؟ كويس، ده ساعات كان بيجي ويروح بسرعه. ايه ده البضاعه هتروح عليا؟ انا قعدت اتدلع. ادي البضاعة هتروح عليا يا جدعان. هو البضاعة دي فين؟ انا مش عارف البضاعة دي فين. دي جوه هنا. طب انا ايه اللي خلاني الف اللفة الكبيرة دي؟ طب ما هي جوه هنا. طب الباب منين هنا؟ قشطة. ايش هي جوه؟ هي جوه. ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ولا استنى بس يا عم، انا كلمتك اصبر. ولا حيوان. اهي العربية اهي، بس دي خربتها العربية بطيئة دي. يا لهوي مش هعرف اوصل بيها بسرعة دي. مش ايه ده؟ ده مقفول الطريق من هنا على فكرة. المسافة دي ايه ده؟ ده في بوليس كمان لازم الوزه. ايه ده؟ بس التايم راح. التايم كان لغايه ايه؟ ما اخد العربيه بس. كويس، عايز اخلص بس من البوليس عشان اعرف اتحرك. البوليس ورايا بس لسه ما شافنيش، عايز احوط بسرعه. حلو حلو قوي. السواقه من جوه ممتعه، حاجه تانية حاجه تانية. السواقه من جوه حاجه تانية حاجة تانية. حاسب كده حاج، انت وسع كده. بقول سوري بعد ايه بقى؟ لغاية الوقت البوليس ما شافنيش. يا رب ما شافنيش. حاسب كده يا اخويا. ايوه حاسب كده يا اخويا. انت
لغايه دلوقتي كويس. حلو، راح 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 سواقه من جوه. بصوا يا جماعه، يعني انا مش قادر اقول لكم. بصوا الارض مبلوله ازاي، بصوا الارض مبلوله ازاي، حاجه. الشتا طول قوي المره دي، طول قوي قوي. كويس كويس جدا. انا بعشق حاجه اسمها، لا 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 لا، حصل. سوري سوري سوري، انا اسف يا جماعه، انا اسف انا اسف. يا لهوي يا جدعان، انا زعلان والله يا جماعه ان انا الفتره اللي قطعت فيها جتا وقعدت العب ببجي موبايل كتير، الناس نسيت جتا. يعني دلوقتي بنشرها مش لاقي جمهور ليها، الناس نسيتها. انا غلطان برضو، غلطان. نفسي يا جماعه اجيب جمهور كتير لجتا، والناس اللي كانت بتتابعنا عشان ببجي موبايل بس. والله يا جماعه في العاب تانية حلوه، ومش معنى كده ان انا هقطع ببجي موبايل، لا. انا هلعب، بص الشمس طلعت، انا هلعب ببجي موبايل وكل حاجه، بس مش هتبقى هي بس، يعني فاهمين يا جماعه. ايه ده، شغال لسه، كان عندي 72 بقت 162. ايه ده شغال، ايه ده الدبل لسه شغال. الله ينور. ايوه الدبل لسه شغال، لاني اهو لما نيجي نبص كده، اهو التلاتة كريت ب72، يبقى الدبل لسه شغال، لان الطبيعي ان التلاتة بيجيبوا 36 بس. طب حلو قوي كده. بص يا جماعه، انا عملت كام عمليه بيع، 41 عمليه بيع في الـ في الـ في الكارجو الصغير ده، وكسبت منه 18 مليون، بس طبعا 19 مليون بس طبعا راح معظمهم، لان دي كانت من زمان وصرفتها في حاجات كتير يعني، تمام. انما انا حاليا بصوا معايا 10 مليون و176 الف. حلو جدا. بس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.